تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي. مركز النقل المتكامل مساحة المشروع فندم 300 فدان. يقع المشروع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري. طبقا لتوجيهات سيادتك بيتم التخطيط والتصميم للمركز النقل المتكامل على أن يحتوي على موقف نقل إقليمي، على منطقة إدارية ومنطقة تجارية، على محطة المترو الأخيرة للخط الرابع، على ورش المترو للخط الرابع. موقع مركز النقل المتكامل يعتبر موقع استراتيجي، مميزاته أن هو يا فندم سيادتك بيربط على الطرق المحاور الرئيسية للجمهورية، بيسهل التنقل والدخول والخروج من وإلى المركز النقل المتكامل. طبقا لتوجيهات سيادتك فندم تم تطوير، يعني احنا نقدر نقول في الحته ديت احنا بنتكلم على طريق المعادي الرئيسي، بنتكلم على طريق السويس الرئيسي، مش كده؟ تمام يا فندم. بنتكلم على الاسماعيليه والمطار، تمام يا فندم، مش كده؟ عشان تمام بس تبقى الامور واضحه. تمام يا فندم. طبقا يا فندم للمشروع تم تطوير شبكه الطرق لاستيعاب الحركه المستقبليه لما الفتره يكتمل فيها مركز النقل المتكامل يا فندم. منهم يا فندم طريق السويس تم توسيعه والتطوير، يشمل 8 حارات لكل اتجاه. طريق الدائرة فندم تم إضافة طريق داعم للدائري بإجماس الإجمالي عدد الحارات لـ8 حارات. تم إنشاء طريق جديد فندم بيربط ما بين الطريق الدائري، طريق السويس الجديد، طريق السويس القديم، بيربط فندم على وصلة على طريق محور محمد نجيب مدينة الرحاب، ويخدم على مناطق القاهرة الجديدة فندم. المكان برضه فندم من تميزه أنه موجود قريب جدا من مطار القاهرة، وده فندم بيخدم حركة المسافرين سواء داخليا من محافظات القاهرة محافظات الجمهورية، أو بيخدم حركة المسافرين الحركة الدولية فندم. وبناء عليه فندم سيادتك بدأنا بالفعل التنفيذ بتوجيهات سيادتك ان احنا نبدأ التنفيذ الفوري لمنطقة الحافلات الدولية او المحطة الدولية للحافلات يا فندم السوبر جيت، وده فندم هيساعد تخفيف كثافة المرور داخل محافظة القاهرة، هيوفر في الوقت والرحلات وقت الرحلات للمسافرين، بالاضافه ان هو يوفر فندم في معدلات استهلاك الوقود. المحطه الدوليه فندم مساحه على مساحه 8.7 فدان، بتشمل ساحه انتظار اتوبيسات واثنين ساحتين انتظار مركبات خفيفه باجمالي 198 مركبه، ومنطقه اداريه لخدمه المسافرين واماكن حجز التذاكر. احنا هنخلص هنا امتى؟ هنا ان شاء الله فندم خلال اسبوعين هيكون تم الانتهاء ان شاء الله باذن الله فندم. طيب وهنا سياده فندم ده تحت الصيانه، تحت التخطيط والتصميم يا فندم. لو قدرتوا تخلصوا ده خلال سنة ديت هيبقى حاجة عظيمة جدا ان شاء الله فندم. انا عارف ان ده امر صعب، تمام، لكن دي حاجة تانية، دي نقلة عظيمة جدا مركز ان شاء الله النقل المتكامل ده محطة حافلات هتبقى مفيش لها مثيل في مصر ان شاء الله فندم. والفعل يا فندم احنا بادئين دلوقتي اعمال رفع مساحي في المنطقة والتنسيق مع معظم المرافق. طيب انا بس وانا جاي لك هنا حسيت ان المحاور اللي هتوصلني للحافلات هنا عايزة اعادة صيانة. تمام يا فندم. بصوا عليها كويس، ما ينفعش اعمل ثلاث حارات، يعني لو انا جاي لك او الناس عايزه تبتدي سواء كانت للاوتوبيسات اللي هتتحرك من هنا او للناس اللي جايه لكم، او امر فبص عليها كويس. تحت امر سيادتك يا فندم. حاجه تاني؟ شاكرين يا فندم. طب ده اسبوعين مش كده؟ ان شاء الله يا فندم. طيب ان شاء الله يا فندم. شاكرين يا رامز. او امر. كما تفقد السيد الرئيس كذلك مشروعات تطوير الطرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، خاصة في منطقة الحي الثامن الجاري إنشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد وطريق السويس. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات في إطار خطة التطوير والتنمية وأوامر سيادتك فندم برفع كفاءة وتطوير مناطق شرق القاهرة وربط طرق ومحاور منطقة مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد. تم البدء وعمل يا فندم وتطوير شارع ألف به جيم من منطقة تقاطعه بمنطقة 4.5 تحت كوبري الجيش المصري، وحتى تقاطعه مع شارع الطاقة بطول 1.5 كيلو يا فندم، بمتوسط عرض من 3 إلى 4 حارة مرورية يا فندم، وتم الانتهاء منه بنسبة 100%. ولتخفيف الأعباء على المواطنين يا فندم وتخفيف الأحمال على المحاور الرئيسية، تم إنشاء طرق طولية وعرضية في منطقة الحي الثامن اللي سيادتك مشرفنا فيها النهاردة يا فندم. أما يا فندم حلا
لمشكلة التكدس المروري على طريق الاوتوستراد، تم عمل لفندم ودراسة اتنين حل مروري. أولهم يا فندم تطوير وتوسعة شارع حافظ رمضان من بدايته من شارع حسن مأمون مرورا بشارع أحمد فخري نهاية بشارع مكرم عبيد بطول 2 كيلومتر يا فندم، وعرض 6 حارة مرورية في كل اتجاه يا فندم. الحل الثاني يا فندم فتم تنفيذ يتم تنفيذ كوبري على طريق الاوتوستراد لحل التقاطعات بين شارع طريق الاوتوستراد وشارع أحمد فخري وطريق الاوتوستراد وشارع حسن المأمون. كوبري يا فندم بطول كيلو 100 وعرض 3 حارة مرورية في كل اتجاه، بالإضافة يا فندم لاتنين رامب خدمة، رامب نزول بيخدم القادم من الاوتوستراد والمتجه لشارع حسن المأمون، ورامب صعود بيخدم القادم من شارع حسن المأمون والمتجه إلى شارع الاوتوستراد. تم التنسيق يا فندم مع جميع أجهزة الدولة لحل المرافق المتعارضة مع الكوبري. تم يا فندم حل جزء من المرافق دي من خلال التصميم، وجاري نقل باقي المرافق يا فندم بواسطة أجهزة الدولة. تم عمل التحويلات المرورية اللازمة يا فندم للسكول. كيلو 100 يا فندم. كيلو 100 تمام. احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله يا فندم خلال شهر 4 يا فندم باذن الله. 100% قبل رمضان باذن الله يا فندم. مش كده؟ باذن الله. طيب ماشي. انا بس هرجع هنا تاني. انا عايز اقول ايه؟ اكيد الناس هتبقى عايزه تعرف احنا بنعمل ايه. تمام يا فندم. وعارفين ان هنا في تكدس سكاني كبير جدا في المنطقه ديت. تمام. الفردوس والعماير بتاعت العماير كلها اللي موجوده، او كل اللي موجود يعني. تمام. وبالتالي كانت ناس حركتها قليله، وانا جاي في الطرق دي كلها بقت يعني في عربيات راكنه فيها كتير. تمام يا فندم. وده معناه ان هم خفف عنهم وخفف عن الطرق اللي كانت موجوده عندهم، من حل مساله كثافه العربيات اللي موجوده معاهم، ووسعت لهم المحاور ده عشان يتحركوا فيها بسهوله في الكتله دي كلها بالكامل. انا كان يهمني قوي ان انا دايما انا بتكلم في موضوع زي كده اقول ايه، انا عندي هنا في المكان ده ساكن عندي 100,000 شقه فيها نص مليون مثلا، فيها نص مليون انسان عايشين. باللي احنا عملناه ده احنا حسنا حياتهم تماما في حركتهم وفي سرعه انتقالهم من مكان لمكان. انا شايف هنا حاجه 6 و6 دي يا فندم قطاع عرضي لكل الطرق اللي موجوده داخل منطقه الحي الثامن يا فندم. الست طرق العرضيه اللي هو طريق 4 وطريق 1 وطريق 2 وشارع مرات توفيقيه وشارع مرات الفردوس وشارع امتداد بدود الظاهر يا فندم. كل 6 و6 6 و6 يا فندم. ده اقصى حاجه عندنا، ده اقصى عرض وصلنا له يا فندم. طيب كويس. عايزين تقولوا حاجه ثاني؟ تحت امر سيادتك يا فندم. في حاجه وانتم موجودين هنا مع شغلكم في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها ممكن ناخد بالنا منها؟ سيادتك يا فندم، بناء على طلب معظم المواطنين في المنطقه يا فندم، بالنسبه لخطوط الصرف وخطوط المياه كانت متهالكه تماما، وتم التنسيق مع مرفق المياه ومع شركه المياه ومع مرفق الصرف بتغيير اطوال حوالي 3 كيلومتر يا فندم، تغيير تام. ده في اللي انتوا عملتوه في خلال الاعمال يا فندم. تمام. انتوا عملتوه في اللي احنا عملناه يا فندم. يبقى خلصناه يا فندم. مش كده؟ تمام يا طيب. فندم طبقا لاعلى معايير جوده يا فندم. كويس. ايه تاني؟ اي حاجه بتستجد يا فندم. طيب نضغط على الست. اي حاجه في المنطقه بالمره بدل ما احنا موجودين ما نخرجش منها لما ايه نخلصها. تمام نخلصها. تمام تمام. شكرا جزيلا.